مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي برنامج الدنيا بخير، أهلا وسهلا بكم مع هذا اللقاء الجديد والمتجدد من البرنامج. في حلقة اليوم من البرنامج معنا حالة إنسانية للمواطنة نجاح حسين أحمد المقيمة بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان خلف الإرسال. نتعرف أكثر على هذه الحالة الإنسانية من خلال هذا اللقاء. في ذكر الرسول تشحذ الهمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. ازيك يا مدام نجاح؟ الله يخليك يا باشا. كويسة؟ الحمد لله بخير. اقول لك يا أم مين؟ أم ياسر. ازيك يا أم ياسر، عاملة ايه؟ الله يبارك لك يا حبيبك. أخبار الدنيا معاك ايه؟ شكرا الحمد لله، الله الملك الحمد والشكر يا رب. كنا عن ظروفك وأحوالك في الدنيا، عايشة عاملة إيه يعني؟ أنا هي بس بنتي، لو هي ارتاحت أنا كده مرتاحة إن شاء الله. ربنا يبعث لها أولاد أهل الخير. بنتك مالها بقى؟ بنتي مطلقة 3 طلقات ومش مطلقة رسمي هي بقى، ومتأجرة بيت بالإيجار وعاوزة مساعدة يعني، بس عايزينش حاجة من ربنا غير إنه. بقى بنتك يعني الموضوع ده حصل امتى، وهي عندها دلوقتي كام ولد وبنت؟ هي معاها ولدين وبنت، وسايبها من رمضان اللي فات، حتى راحت محكمة الأسرة وبرضو حالين ما فيش حاجة، ما الإعلان مش رايح له هناك، ما فيش حاجة رايحة له. كل ما هو طلق رسمي؟ لا، مش مطلقة في اللي عند المعزوم. هي رمي عليها 3 إيمانات واحنا جبناها، بس ما فيش اكتر من. اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. إنها كانت عايشة فين؟ كانت عايشة في الغردقة في البحر الأحمر، رجعت البيت أبوها أسوان. بس أولادها معاها طبعا؟ الولاد جبناهم برضو. أولادها عندهم كم سنة؟ الواد في الإعداد الكبير، والبنت في 6، والولد الثاني في 2 ابتدائي. هل أبوهم بيبعت لهم نفقة ولا ما فيش؟ ولا حاجة، ما فيش حاجة بيبعتها. مرة واحدة بعت لهم 1000، ومرة 500 أخذتها مني بنت أخوه بالمشاكل، وبعد كده ما فيش حاجة تانية، ما فيش حاجة تانية. بيسأل على أولاده ولا بيتصل بيهم؟ بيسأل فين، ما هو متدمر أصلا، هو متدمر اصلا، هيسال ازاي؟ ما فيش، عايشه معانا هنيتي واحنا جبناها وشغاله على عيالها. تشتغل ايه حاليا؟ تشتغل في الحضانه. بتكافح وبتساعد نفسها عشان تربي اولادها يعني. ايوه، بتساعد نفسها وبتشتغل، بس لو هن يعني هي عايزه، لا محتاجه لها حته بيت، بس لا اكتر ولا اقل. مستقل تعيش فيه لوحدها يعني؟ ايوه، بيت هي تعيش فيها اولادها. يا ربي بارك بالاني وارزقني رزق حلال، صابر وصابري جميل لو كانت حمولي جبال. يا ربي بارك بالاني وارزقني رزق حلال، صابر وصابري جميل لو كانت حمولي جبال. طول ما انت يا رب خيرك
مال الكون والوجود من حد يا رب غيرك في الركوع وفي السجود طول ما انت يا رب خيرك مال الكون والوجود من حد يا رب غيرك في الركوع وفي السجود. البيت اللي عندك هنا يعني انت عايشه مع مين هنا تاني؟ انا قاعده مع اولادي. في عندك اولاد تانيين غير بنتك؟ لا في اثنين متجوزين معي في البيت بس كل واحد هو معيشته ما حدش بيدي حاجه لحد. طبعا يعني اولادك الاثنين متجوزين عايشين معاكي برضو في البيت هنا؟ اختهم بس برضو مش مكفيه ثلاثه معاها في المدارس بيدوها هم مش بيدوها بس ما فيش حاجة قاعدة معها عشان هم عيالها الثلاثة في المدارس الحياة وكده وصعبة كل حاجة ما فيش كل واحد يدوبك مكفي نفسه يعني كتر خيرهم بعيالهم كتر خيرهم مش هقول يعني كده ولا كده هم كتر خيرهم بقدر ظروفهم صعبة بيشتغلوا فاعل بس يا ربي يلي بقدرتك ارزق عباد مساكين ماشيين في ظل محبتك وبرحمتك عايشين يا ربي يلي بقدرتك ارزق عباد مساكين ماشيين في ظل محبتك وبرحمتك عايشين طول ما انت يا رب رازق الناس من غير حساب لو يوم ضاقت عليهم اتفتح الف باب طول ما انت يا رب رازق الناس من غير حساب لو يوم ضاقت عليهم بتفتح الف باب يا غني يا غني يا غني يا الله يا غني يا غني يا غني حضرتك مدام نجاح جوزك عايش ولا متوفي؟ انا جوزي عايش بس تعبان مريض يعني بيقبض كان شغال في المجلس هو عاش يعني دلوقتي؟ اه بدري عن معاش لي 7 سنين دلوقتي 7 سنين هو على المعاش. المسؤولين اللي بيشوفوا البرنامج يعني بتطلبوا منهم ايه؟ بتطلبي من اهل الخير ايه برضو اللي بيشوفونا وبيتابعوا البرنامج؟ من اهل الخير انهم يساعدوها يجيبوا لها حته بيت بس لا اكثر ولا اقل تعيش فيه هي وعيالها بس يعني بيت صغير كده ويدفعوا ويساهموا في دفع الايجار بتاعها بس انه حد يساهمها في المعيشه بتاعتها بس مش طالبين من ربنا اكثر من كده اه وربنا ان شاء الله يجعل اهل الخير كويسين ان شاء الله. اللهم صل وسلم عليه في الاولين وصل وسلم عليه في الاخرين وصل وسلم عليه في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه عدد ما صلي عليه وعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه عدد الأشجار ومياه البحار وملء السماوات والأرض وما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتلبى بها الرغبات وتحسن بها الخواتيم يا أرحم الراحمين.
مشاهدين الأعزاء، مشاهدي برنامج الدنيا بخير، شاهدنا وتابعنا معكم هذه الحالة الإنسانية، حالة المواطنة نجاح حسين أحمد. هذه المواطنة التي تعيش في منطقة الشيخ هارون بأسوان خلف مركز الإرسال. هذه السيدة تعاني يعني من ظروف اجتماعية صعبة، يعني حيث أن لديها ابنة، يعني هي طلقت ولكن لم تطلق رسميا يعني من زوجها، وطبعا يعني زوجها أو طليقها لم يقوم يعني بدفع يعني مصروفات أو نفقات لأولاده الثلاثة من ابنتها. هذه السيدة طبعا ابنتها بتعيش معها في هذا المنزل البسيط المتواضع هي وأولادها، وقامت بالعمل يعني في إحدى الحضانات الخاصة بأسوان يعني من أجل أن تساعد نفسها وتساعد في الإنفاق على أسرتها. هذه السيدة طبعا تناشد السادة المسؤولين بمحافظة أسوان أو في وزارة التضامن الاجتماعي أن يقوموا بتقديم مساعدة يعني اجتماعية لها ولابنتها، كما أنها تناشد أهل الخير أن يساهموا بتقديم المساعدة والعون لهذه الأسرة من أجل أن يتم يعني إيجاد منزل صغير وبسيط لابنتها التي تعول ثلاثة من الأبناء. في نهاية هذه الحلقة من البرنامج نشكركم مشاهدين الأعزاء، على أمل أن يتجدد هذا الموعد من البرنامج في الأسبوع القادم. شكرا لكم وإلى اللقاء.